حيا الله المشاهدين الكرام أينما كانوا، أهلا وسهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. تبقى الكلمة مشكاة ليس للأمة فقط وإنما كذلك للأجيال اللاحقة التي تستطيع من خلال كلمة الشاعر أن تفهم الواقع الذي تعيشه وتستفيد من الماضي ذهابا إلى مستقبل يليق بأمة مجتمعة تبحث عن مجدها وسؤددها وكذلك رفعتها. وما الشاعر إلا لبن في هذا البناء الحضاري الكبير الذي من خلاله يسعى إلى تعزيز القيم في نفوس أبناء الأمة وكذلك إلى حفر اسمه وتجربته في سجل الخالدين. مشاهدينا في هذه الحلقة عبر الإنترنت معنا من جمهورية مصر العربية الشاعرة الأستاذة رشا عادل بدر. حيا الله أستاذة رشا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا على بيت القصيد، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم أستاذة رشا. بداية وقبل الذهاب إلى الشعر والنقاش في هذه الحلقة، توطئة بسيطة من خلالها تعرفيننا على شيء من سيرتك الذاتية الذكية هي أكيد يعني السيرة الذاتية، وفي إطار ما تودينا أن نعرف من معلومات عن حضرتك، تفضلي لك الكلمة. رشا عادل بدر، حاصلة على ليسانس تربية لغة عربية، وأكملت دراستي في كلية الأداب لاحقا، وحاليا أقوم بعمل ماجستير في الأدب العربي القديم، وعملت مدرسة فترة من الزمن، وعملت بتحفيظ القرآن الكريم، وبدأت بكتابة الشعر، بدأت بخواطر، وبعد ذلك وجدت نفسي في الشعر العمودي، وتفجرت الموهبة من خلال السجالات الشعرية التي كثيرا ما يقوم بها الشعراء. وجدت نفسي أكتب بطريقة عشوائية أو بطريقة يعني عفوية. نعم عفوية، وجدتني أكتب الشعر العمودي. لماذا هذا الانحياز للشعر العمودي دونا عن الأشكال والأجناس الكتابية الأخرى؟ قد يسأل سائل أستاذة رشا. هو البني آدم بيجد نفسه دون وعي، يعني لا يشعر بأنه يجد نفسه في القصة، وأحيانا الحروف هي التي تكتبنا، ونحن لسنا إلا وعاء هي تناديك وتفارضه حتى تكتبها. تمام، لا خلاف على ذلك، لكن من المؤكد أنك تميلين إلى الشعر العمودي الذي يتضمن نعم. صدرا وعجزا، قصيدة البيت نعم. الواحد، أو قصيدة القصيدة العمودية التي تتكون من صدر وعجز من بيت كامل. قد يجد الإنسان نفسه منقادا إلى هذا الفن، قد يفضله، قد يحبه، وقد يميزه عن غيره بوعيه. هل اخترت نعم. القصيدة العمودية لأسباب معينة مثلا؟ هل وجدت نفسك بها؟ هل وجدت أنها يعني تعبر عنك؟ هل وجدت أنها كافية مثلا حتى تفرغي فيها كل مثلا ما تفكرين به من أفكار عالية؟ نعم، وجدت فيها فعلا، وهي كما قلت هي من تكتبنا، ونحن لا نكتبها يعني، إنما ربما في وقت لاحق ربما أكتب، لا نعلم الغيب يعني، ربما أكتب تفعيلة، ربما أكتب قصة، لا نعلم. لكن أحيانا فعلا السطر الشعري ويعني القصيدة بشطريها أحيانا تكون سورا على الشاعر، لكن فنية الشاعر وقدرته هي التي تجعله سريعا يكتب دون تقييد، يعني يحاول تفريغ شحنته في هذه القصيدة. نعم، إذا أنت ترين انتصارك للقصيدة العمودية ليس انتقاصا من الأشكال الإبداعية والأجناس الأدبية الأخرى. نعم جميل جدا. قبل أن نواصل نقاشنا نريد قصيدة افتتاحية لهذه الحلقة، تفضلي اقرأي لنا ما تحبي. سأبدأ بجرحنا جميعا، وقصيدة
عن فلسطين بعنوان أم الأنبياء. تفضلي. فأهرب من عباءة ذكرياتي، من العبث المسبل بالحياة، من الحزن المعبأ في ضلوعي، إلى وطن يليق بأمنياتي، فلي وتر ترتله القوافي، ولكن كيف أعزف مفرداتي؟ على ألحان صرختنا نغني، على وقع التحطم بالطغاة، أعيش بهذه الأركان ميتا، على أنقاض دمع النائبات، من الجرح المخبأ في وريدي سأمضي، لن أبالي بالغزاة، سأصنع من يد الأحزان جيشا، لأعلن عن منارة معجزاتي، فلي في كل مئذنة شموخ، به أمل يؤذن في حياتي، به شرف يجسد ما تبقى، ليحيا حين حطم مئذناتي، هنا عيسى يقيم بحضن موسى، ويوسف كيف أثبت معجزاتي، وأحمد حين أمهم جميعا، ليثبت كيف نصمد في ثباتي، هنا الأقصى به حزن مقيم، يسائل كيف غادر خارفاتي، فقولوا كيف أذنني بلال إذا حانت مع الأقصى صلاتي، وكيف ستنكر الأوجاع روحي، وقد عانيت من وجع السكات، على أنقاض عزتنا ننادي، من النيل الكريم إلى الفرات، لماذا تسركون دماء قوم وتحيون الحياة بلا التفات؟ فهذا الطفل تغرقه دماء ولم يهنأ بعطر تخيلاتي، تعانقه الشهادة في شموخ ويتركني بحضن العاديات، فتخنقني دموعي لست أدري لمن يبكي الفؤاد بوشوشاتي، فدمع القدس مثل الدر غالي، وأحرى أن تخلده دواتي، بصرخة أحرف تهمي دموعا، وأصوات تردد في الفلات، برغم الموت صوت القدس باق كموج في ثياب الفخر عاتي، يمجده الجميع بكل حب، ولن يفنى برغم الفاجعات، فرتل صوت حرفك في شموخ، وكفكف دمع عين اللاجئات، وكن شمس تولد من جديد، ولا تعش المذلة في سباتي، سأجعل من مواجعنا كتابا حقيقا رغم تلفيق الرواة، تبي جرح وحزن في فؤادي، وقد أديت بينهما زكاتي. وقد أديت بينهما زكاتي، وأنعم بها من زكاة تجزئ عن الكاتب وعن القارئ وعن كل ذي ضمير حي يتطلع إلى هذه القضية الكبرى بعين الرحمة الحب، بعين الانتصار لأبناء جلدته وعقيدته ووطنه، هذا الوطن العربي الكبير الذي لا يقبل أن يقسم. أستاذة رشا، يعني لماذا كل هذا الغضب من أجل فلسطين وأنت تعيشين في وطن يسوده الرخاء والأمن؟ قد يقول قائل، لماذا كل هذا الغضب؟ لأنها قضية إنسانية، يعني أنا إنسانة وأنا مسلمة وأنا أم، كل هذا يعني بالأحرى أن أشعر بما أشعر به، يعني لا يهنأ لنا لا زاد ولا شراب ولا أي شيء إلا عندما ندعو لإخوتنا في غزة ولأحبائنا في فلسطين. عن أكثر المشاهد التي تؤلمك إذا ما وقعت عيناك، ربما وقع قلبك عليها قبل عينيك، من المشاهد التي تأتي تباعا من هناك، من قطاع غزة، من الضفة المحتلة، من جنين، من كل مناطق الاشتباك مع العدو الصهيوني، أكثر المشاهد التي يعني تؤرقك كأم وتؤلمك ك يعني سيدة تتوجع لوجع أهلها، تفضلي. للأسف قتل ووقف، يعني نكون آمنين هانئين وإخوتنا يتألمون، يعني الأطفال والنساء والأم السكلة اللي يموت لها مش طفل واحد، يعني يموت لها كل أطفالها، خرجت مثلا حتى تؤمن لهم غذاء أو شراب أو تأتي حتى ببضعة ماء، يعني ما بتلاقي
تلاقي ما بتلاقي ولادها، وتضل تنادي تقول هاتولي حتى واحد، يعني قد ايه الواحد بيتمزق صراحة. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. أسأل الله أن يكون هذا الدعاء مستجابا، وأن تتفتح أمامه أبواب السماوات، وأن يعجل بالفرج لكل أهلنا هناك. إلى قصيدة ثانية تودين إلقاءها علينا الآن، وحبذا لو يعني أعطيتنا القصيدة بنفس هادئ، وأكيد بإلقائك الجميل وأدائك المميز. تفضلي، نحن جاهزون لنستمع إليك. قصيدة بعنوان رمز الجمال. تفضلي. للشعر أوردة تئن وتخشع، فتكاد من زفراته تتقطع. من عبقر البيداء جاء مصافحا قلبا تصارعه الدموع الهجع. وأرائس الأشعار تسحر شاربا كأسا به أحزانه يتجرع. شاب الوريد من انتفاضة متعب، سكب الدموع ولا يراه المهجع. ويصارع التاريخ نبض نبوءة أموية عذراء لا تتوجع. يتعمد الكتاب قص جناحها، وهي التي فيها الجمال الأروع. يا من سلام. ألف عام لا يغيب ضياؤها، ولها المشاعر في القصائد ركع يتعمد أسرية. الكتاب قص جناحها وهي التي فيها الجمال الأروع. من ألف عام لا يغيب ضياؤها، ولها المشاعر في القصائد ركع عذرية الألحان كالأنثى التي تهوى ومن فرط الهوى تتمنع. تخفي انتحاب القلب في الشطر الذي يبكي عليه من الجمال المطلع. ويحيطه الطحنان كل دقيقة، لكن آذان القرى لا تسمع. حوراء لا تخشى ملامة عاذل، حسناء لا تخشى ولا تتصنع. كقصيدة عصماء ضمت أنجما، وهي التي فيها البهاء المسرع. طوبى لمن كان العفاف رداؤها، وعلى عروش حجابها تتربع. يا سلام، جميل جميل جدا، أحسنت يا أستاذة رشا. يعني بكل شجاعة، ما القيمة المضافة من الشعر للبشرية، للإنسانية، للتاريخ، للمجتمع؟ قد يعني يسأل أحد على سبيل الاستفسار والمعرفة، بماذا تجيبينه؟ والشعر يخلد أحاسيس من عاشوا في هذه الفترة. يعني نحن نقرأ ماضي السابقين من خلال الكتب، من خلال الشعر يصلنا. قبل الكتب، قبل الكتاب المدون، وصلنا الشعر بالرواية، عن طريق رواية شفهية. نعم. فهنا الشعر يخلد ما نمر به من ظروف، ربما التاريخ كمان يعتم ما نمر به من ظروف، لكن ستظل الكلمة الحرة هي الشعر. تظل الكلمة يعني الحرة هي الشعر. وأكيد متواصلون من أجل الشعر، والنقاش لن يتوقف، لكن لابد أن نتوقف هنا عند استراحة قصيرة قبل أن نكمل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى الكلمة المعبرة، الكلمة المؤثرة، وكيف يمكن للشاعر أن يحفر تجربته عميقا في وجدان الشعوب، وكيف يمكن له أن يجعل من الكلمة رداء قد يغيث بردانا، وخيمة قد تؤوي نازحين ومكروبين. معنا من جمهورية مصر العربية عبر سكايب الشاعرة الأستاذة رشا عادل بدر. حيا الله أستاذة رشا مجددا، أهلا وسهلا بك في بيت القصيد.
أهلا وسهلا بك. أستاذة رشا، يعني في هذا الزمن المضطرب الذي نعيش فيه قد نجد أن الكثيرين من الفارغين يقدمون إلى المنصات، لا أتحدث عن الشعر هنا وإنما ما قد يصطلح عليها أنها فنون، رغم أن كثيرين ينكرون أنها فنون، مثل ما يشاع عن بعض أغاني الهيب هوب والراب وغيرها ممن يتأولون الصف للأسف أمام الناس ويقدمون على أنهم يعني نماذج وعلى أنهم قادة رأي لدى الشعوب، بينما يهمش المثقف، يهمش الأديب، يهمش الروائي، وكذلك يستبعد الشاعر. ما الذي نحتاجه في منطقتنا العربية من أجل إعادة بناء وتشكيل وعي الإنسان بما يليق به وبما يليق بماضيه وحاضره ومستقبله كذلك؟ للأسف هو إعادة بناء وعي الجيل بأكمله. يعني للأسف الأجيال يستهويها ما قلت عنه، يعني يستهويها الكلمة الفارغة، ولكن ليس أجمعهم. يعني ربما نحن نحتاج إلى تغيير الذوق العام. نعم. يعني حينما لن يتبدد السواد إلا حينما تسلط الضوء على الشمس وما تقوم به من بعث للأمل وللألوان الجديدة التي تحيط بها. يا سلام. ربما حينئذ فيلتفت الشباب والجيل إلى جمالها تلك الشمس وجمال الكلمة الجميلة. نعم. حينها سيتجدد سواد البقية. لكن ربما يتذرع بعض المتلقين أستاذة رشا بقوله إن الشعراء منغلقون على ذواتهم، لا يكتبون إلا لعلية القوم، أو يكتبون إلى طبقات عالية الثقافة، يكتبون بلغة يعني يصعب على البسطاء أو على متوسطي يعني التحصيل العلمي يصعب عليهم فهمه، هل هذا صحيح أم أن المشكلة تتجاوز هذه الفكرة؟ لا بالطبع، ليس كل الشعراء، يعني هناك شعراء يستخدمون الكلمة المتقعرة لكنهم قليلون جدا من خلال خلطتي بهم. نعم. بالعكس حاليا، يعني أنا واحدة من الشاعرات، يعني نكتب السهل الممتنع، يستطيع أي إنسان فهم ما نكتبه من شعر. كذلك نحن مرآة لهم، يعني نحن نعبر عن جميع المشاعر، يعني مشاعر الأنثى، مشاعر الشباب، مشاعر المواطن الذي يعاني، مشاعر الذي يعبر عن فوضويته الداخلية ونفسه. نعم، هذا نعبر عنه شعرا. إذن المشكلة ليست في الشاعر وليست كذلك في المتلقي، وإنما بتوزيع الحصص الفنية على يعني أصحاب كل فن معين، فكما تحترم المسرحي، كما تحترم السينمائي أو الممثل، كما تحترم المطرب، عليك كذلك أن تعطي للشاعر والمثقف حصته حتى يكون قريبا من الناس. وهذا هو هدفنا، أن نكون قريبين منكم وكذلك نقربكم لمن يعني هو حريص كل الحرص للاستماع للكلمة العالية، الكلمة المثقفة، الكلمة التي لا تخلو من حكمة ولا من فائدة ولا من نصح كريم ولا كذلك من معرفة عالية. إلى الشعر من جديد أستاذة رشا، تفضلي. لدي قصيدة تعبر عما قلته منذ قليل عن الحوار الداخلي بين الإنسان وذاته. تفضلي. حوار الصمت. صوتي يحاورني بين اختناقاتي، أين اختفيت؟ وموج قادم عات، أين الجمال الذي قد كان يحملني فوق السماء إذا حانت جنازاتي؟ أين الجميع وإن قد كنت أعرفهم، أين اختفوا فجأة بين الفضاءات؟ كيف استطعت برغم الموت أحملني على كفوف خيال صائم آتي؟ وحينما اخترت أن أحيا بنبضته أكاد أهلك من نار اشتعالاتي، من انتحاب فؤادي في أسرته، من اللهيب الذي ما
فوق المعاناة من ارتباك مجازي، فوق قافية قد مسها الضر من جمر الصبابات، من الكسور التي في عظم شاعرة لدت بأصفرها من لعنة الآتي. فكان للحرف نور لا انطفاء له، ومن تطهره كانت نبوآتي. أحبو على السطر حين الحزن بعثرني، كي ما أضيء شموعا من كناياتي، فأهتدي حين ضم الشعر بوتقة فيها من السحر في أوتار من ساتي. تراب أسطورة تمشي على مهل، وقد تطير به فوق المجرات، وقد تزور به الخنساء إن عزفت نايا النبوءة من خيط السعارات، وتستعير خطى بلقيس حين برت جيد القصيدة من فيض الكرامات. أنا الوليدة من أرحام صفوته، ألملم العصف من نوتات مرآتي، أمكيج الحزن في وجه ألوذ به، كي أخفي الحزن في وجه المجازات. فقد تحدب ظهر السطر أزمنة، والآن يبعثني بين احتمالاتي، لأغزل الفكرة العذراء من وجعي، فيبحر القلب في بحر المناجات. هلا تركت خطى العينين ثانية يا أيها الدمع رفقا بالجميلات. يا سلام، لا فضة فوك أستاذة رشا، طبتي وطاب هذا الشعر العالي وهذا الإلقاء الحسن. يعني كل شاعر تسكنه هواجس شتى حينما يكتب قصيدة وأثناءها وبعد كتابتها، أكثر الهواجس التي تشغل بال الشاعرة رشا عادل بدر عند كتابة النص وأثناءه وبعده؟ هو الشاعر منا يشعر أنه يعني ينعزل عن ما حوله، يعني ربما يأتيه يعني زمان أتت هذه الفكرة، فكرة عبقر الشعر وجن الشعر، أنه يعني يؤخذ وكأن جنيا ما يأخذه، لكنه ينعزل، يكون بين الوعي واللاوعي. نعم. يعني حينها يكتب القصيدة أو القصيدة تكتبه مثل ما نشعر، يعني يكون ليس مدركا تماما ما يقوم به. فتأتي خاصة لو أتت القصيدة دفقة واحدة، دفعة واحدة، حينها يشعر بالانعزال شبه التام إلى أن ينتهي من كتابته. نعم. أكثر اللمحات الإنسانية أو الملامح أو الأفكار والمفردات التي تجدين أنها تفرض نفسها على قصيدة رشا عادل بدر، يعني وتتكرر كثيرا كأفكار معينة تشعرين أنك محامية عنها، حدثينا عن أبرز هذه الأفكار التي تجدين أنها تفرض نفسها عليك لدرجة أنك أصبحت مؤمنة بها وتكررينها من نص إلى آخر. أنا كأنثى بالطبع أعبر عن ما يدور بداخل الأنثى، عن مشاعرها، عن غضبها، عن كبريائها، عن لهفتها، عن كل شيء يخصها، يعني عن آمالها، عن طموحاتها. طيب الفكرة التي تسيطر عليك من وراء هذه التجربة، تجربة كتابة الشعر، ما هو الشعور الذي يعني دائما ما يطرق وجدانك ويسيطر على أفكارك كما لو أنه طرف خيط تريدين أن تواصلي تتبعه؟ حدثينا عن هذا. أنا يعني أشعر بداية بالألم، يعني ألم هو من يعني ينكأ جرح القصيدة فتأتي إليه، يعني حينما تشعر بالألم فورا تلجأ لمملكتك الخاصة بك لتنقذك مما تمر به. نعم. ربما تشتهي الدواء للداء الذي تعاني منه، ربما هي أصلا دواؤنا مما نمر به، وداونا بالتي كانت هي الداء.
من جديد إلى الشعر، تفضلي أستاذة رشا. قصيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام، في رحاب. عليه أفضل الصلاة والسلام، تفضلي. خذني إليك، خذني إليك دقيقة وثواني من شهقة الأحلام والوجدان. أنا قد مللت من الأنام جميعهم، فالقلب بعدك يا حبيب يعاني. ونزفت من رحم الدموع قصيدتي، وشربت من كاس الحياة هواني. يا مالك الشريان هب لي دولة، لن أستطيع العيش بالطغيان. خذني بقربك يا محمد، إنني أشفق احتراق مدائني بأذاني. طهر بصوتك كما لقيت من الورى، وامنح فؤادي الصبر حين يعاني. وامدد خفوف الحب كي أرتاح من جرح الذي طول الزمان براني. من كوثر العينين زمزم أحرقي، كي ما يسيل على السطور بياني. برحاب أحمد قد شفيت بنظرة، فقبست منه محبة فلقاني. سكن الوريد فصار يسبح في دمي، ليريح جرح القلب بالقرآن. في الناس في الإخلاص فزت برقية، برقية فتنفست رئتاي بالإيمان. يا سلام، ليتك تكررين آخر بيتين، مشكورة لا مأمورة. برحاب أحمد قد شفيت بنظرة، فقبلت منه محبة تلقاني. سكن الوريد فصار يسبح في دمي، ليريح جرح القلب بالقرآن. في الناس في الإخلاص فزت برقية، فتنفست رئتاي بالإيمان. أنعم بها من أنفاس لا فض فوك. شكر الله لك هذا النص، وأرجو أن يكون يعني سببا بنيل المعالي دنيا قبل آخرة. أستاذة رشا أحسنت كثيرا، لكن هناك من يرون أن شعر المديح يكرر نفسه من شعر إلى آخر، هل أنت مع هذا الرأي أو أنك تودين الدفاع عمن يكتبون في مدح عليه الصلاة والسلام، وترين أن هناك رؤية مختلفة عمن يزعمون بأن النصوص متكررة ومتشابهة؟ إذا انتظرنا إلى كلمات، إلى كلمات النقاد ومن ينقدنا، لن نأتي بجديد. قديما قال الجاحظ لا جديد تحت الشمس، يعني المعاني واحدة والمفردات واحدة، لكن كيف تلبسها حلة جديدة لتبدو كأنها عروس كل لحظة. يعني قد، وهنا نرى ارتجالات، يعني قد تكون على نفس الوزن وعلى نفس القافية وعلى نفس البحر كذلك، لكن كل يأتي بقصيدته. فليس هناك إطلاقا معارضة بين الإبداع والمديح وبين الإبداع والموضوعات التقليدية، لكن كيف تتناولها وتأتي بجديد أو تعبر عنها بطريقة جديدة. أحسنت كثيرا. أستاذة رشا، إذا أردنا أن نتحدث الآن بشكل مختلف عن فكرة الشعر والقضايا التي يتناولها الشعر، الآن فكرة أن هناك نقادا وأن هناك متابعين وأن هناك قصيدة يجب أن يقولها أو أن يقولها الشاعر، في هذا الميزان الذات والناقد والمتلقي، من الذي يسيطر على وجدانك وفكرك أثناء الكتابة أكثر؟ الجمهور الذي سيتلقى هذا النص أم الناقد الذي ربما يقف للشعراء بالمرصاد؟ هو أكيد سأعبر عن ذاتي وعن جمهوري، يعني سأعبر عن ذاتي وعن من حولي، عن وطني، عن ذاتي، عن مجتمعي، عن الأنثى بصفة عامة كما قلت سابقا. لكن النقد لن يعني إرضاء الناس غاية لن تتم، يعني إنما هناك نقد إيجابي
يعني عندما يقول لنا الناقد، يعني ربما لو قلت كذا بدلا من كذا، هنا يكون التجديد ويكون فعلا ناقدا إيجابيا. إذن لا يمكن للناقد أن يكون شرطيا يقف على نص الشاعرة رشا عادل بدر، وإنما أنت ترين أن القصيدة ينبغي أن تكون موجهة للجمهور في الدرجة الأولى، ومن ثم يأتي كلام النقاد بعد ذلك. لأن الشاعر يعبر عن آلام جمهوره، يعني يعبر عن آلام من حوله. نعم. طيب، طرأ مؤخرا أو يعني وجدنا الكثير من الشعراء أستاذة رشا يعني ربما يجنحون كثيرا إلى الإغراق والاستغراق بوصف الذات والكتابة عن الموضوعات الذاتية وعن الواقع الذي يمسه هو فقط، وربما يعيش في معزل وانعزال وعزلة، لك هذه الاشتقاقات كلها مجتمعة، ربما يعتزل الناس فلا تجديه مثلا يحرص على مشاركة الناس همومهم، على أن يكتب واقع مجتمعه، إنما يقدم نصوصا لا تعبر إلا عن ذاته وذاتيته وظروفه هو فقط. ما رأيك بمثل هذه التجارب؟ هنا كأنه في برج عاجي بعيدا عن المجتمع، نعم. لن يعبر إلا عن ذاته فقط، وربما لن يلمس حرفه أوتار البقية، يعني لأنه لم يعبر إلا عن ذاته. ربما تكون هذه مشكلة خاصة لم يمر بها أحد، سيردد نفس المفردات ونفس المشكلة لديه. لابد أن يكون الشاعر يعني معبرا عن جميع من حوله. لابد أن يكون الشاعر معبرا عن جميع من هم حوله، يقاسمهم همومهم أفراحهم وكذلك أتراحهم، حتى يستحق أن تعمم تجربته وأن يكتب لها الخلود. نريد قصيدة جديدة، تفضلي. قصيدة بعنوان إقامة منتهية. آه من الحزن، هل أخفيه حين بدا أمامي الآن؟ لكن لا أرى أحدا. خذ من فؤادي، خذ من فؤادي وزدني في النوى وجعا. إني اتخذتك لكن لم تكن سندا. إني صنعتك من صلصال قافيتي، كيف اختفيت كأن لم نكن جسدا؟ أهكذا العشق أن أهديك أوردتي حتى تغذيت منها راجيا مددا؟ قد انتظرتك حتى هدني أملي، فطانة الأمس لن تلقى اللقاء غدا. لم نتفق أبدا حين انتهى زمن، كنا صغارا فهل أهديتني رشدا؟ كنا نزمزم بعضا في أزقتنا حتى ابتعدنا، فهل نحيا بما فقد؟ لم ألبس الحب حين اخترت وجهته، هو احتلال وباء أحرق الكبد. فقد بعثتك من أوتار منسأتي، فذق جفاء ومرا كالذي ابتعد. لا تحسب البعد يبني ضعف من عزفت لها الشموس، إذا اجتازت بك البلد. قد كنت أغلى من الأحياء كلهم، والآن أمحو فؤادا فيك ما اتحد. لا تخمدن براكينا بي افتقدت، وذق جحيم ضلال كالذي افتقد. كأنني النار لكن أرتدي وطني، وقد تركت ضلوعي للردى مسدا. حتى تزوجت شعرا من لظى شرري، أنجبت منه قصيد الحزن والولدا. وجدت في دفة الأشعار خاتمتي، فذاق قلبي بهاء مثل ما وجدا. علّه يجد كل أمن وأمان، علّه يجد من يقدر هذه القيمة الإنسانية العالية التي تنتمي إلى وجع البسطاء ولا تنفصل عن مجتمع تعتز به ويعتز بها. سنخرج الآن إلى استراحة جديدة مشاهدينا الكرام،
إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا عبر سكايب من جمهورية مصر العربية الشاعرة الأستاذة رشا عادل بدر. أهلا بك أستاذة رشا من جديد. ما الذي تريدينه مني قد يسألك الشعر فبما تجيبينه؟ أريد منه سلاماً لم أجد في عالمنا، سلاما داخلي وسلاما مجتمعي وسلاما عربي لم أجد. هذا السلام الداخلي والسلام المجتمعي والسلام العربي، هذه الثلاثية التي تسكن في يعني عقلك وتسيطر على أفكارك وتنعكس كذلك على قصائدك فنجدها حاضرة، هذه الثلاثية ما الذي تحتاجه حتى تتحقق؟ ما الذي ينقصنا كأمة واحدة مجتمعة كوطن عربي كبير حتى تتحقق هذه الثلاثية وبالفعل نجد الأمن في المجتمع وفي الذات وكذلك في الوطن الكبير؟ نحتاج أن نشعر بأن ببعضنا البعض، يعني لا تكون هذه صفة ذاتية، أكون أنا كرشا أو أنت كمصطفى نتحلى بها منفردين، يعني نحتاج الأمة جميعا تكون كالجسد الواحد كما كنا سابقا، ربما حينها سيتحقق هذا السلام. إذن هذا تحقيق وتطبيق للحديث النبوي، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت ترين مثلا أن الأمة متشتتة مشتتة متفككة مفككة، أم أن هناك شيئا ما ربما هو الذي يسبب كل هذه المواجع ويسهل التخلي عنه أو التغلب عليه حتى نذهب مجتمعين إلى فجر الخلاص المنشود؟ ما الذي نحتاجه حتى نصافح الشمس كأمة واحدة؟ يحتاج كل واحد أن يتخلى عن أنانيته المفرطة. يا سلام. يعني أنانية، يعني مثل صدق مثلا أمام الإخوة، فواحد أخذه و حرم بقية إخوته منه. إيثار، نعم نعم، يجب أن يكون لدينا الإيثار كما أن لدي الأمان ولدي المأوى ولدي المسكن والملبس والمشرب وكل شيء. يجب أن أنظر إلى أخي أين يسكن وكيف يعيش وهل أكل أم لم يأكل وماذا في يدي كي أساعده. يعني ربما نقتسم رغيفا إذا اقتضى الأمر، لما لا؟ ربما نقتسم حجرة، لما لا؟ إذا نحتاج إلى أن يشعر بعضنا ببعضنا بشكل عملي لا قوليا فقط. أحسنت يا أستاذة رشا. إلى الشعر من جديد، تفضلي. هذه قصيدة كتبتها حينما قام الزلزال في تركيا، وحينما مات لنا إخوة كرام معظمهم سوريين. تفضل. حينها كتبت آخر شهقة تحت الركاء، في كل يوم لنا خل نجافيه، كيف الحياة وفي الأضلاع أبقيه، القلب يقرأ آيات مرتلة بين الحطام لذا اسودت لياليه، طفل ينادي فهل حضن يهدهده، وقد تجمع جرح الكون في فيه، يعقوب هب لي نجاة من صدى وجعي، فالدمع يغرقني مما ألاقيه، يعقوب هب لي نجاة من صدى وجعي، فالدمع يغرقني مما ألاقيه،
وابيضت العين من آثار صدمتها، وضعف الدمع حين اخترت أخفيه. بريئة كنت في دنيا أكابدها، وصار بيتي بلا سقف يغطيه. لا شيء يؤنس حين احتلني ألمي سوى النحيب الذي أمسي أناجيه. فكيف أحيا وللأحزان أشرعة ومزقت في دمي أحلاء مانيه؟ يا الله. يا شام مهلا واصبري زمنا، فللفؤاد إله سوف ينجيه. أرجوك عفوا إلهي إن بي حزنا، وليس للجرح من طب يداويه. تلك الحوادث أطواق تدمرنا، فكيف يشرق حرفي في معانيه؟ أبكي على شام حزن أشبعت كمدا، فمن سينقذها مما تعانيه؟ لا يؤلم الروح جرح ليس في دمها، فلا تقل كيف هذا الجرح يحييه. فقد يموت بأوجاع مضاعفة، وقد يعيش ويبقى غائرا فيه. قد كان حيا ينادي ضمدوا وجعي، والآن ميت فكيف الشعر يرثيه؟ طاب هذا الحس الإنساني، هذا النص الإنساني المتوجه الذي يثبت أننا أمة واحدة لا تفرقها حدود ولا توقف عواطفها أي سدود. أحسنت أستاذة رشا، يعني هذه القصيدة التي تنتصر لكل من رحل، آلاف من رحلوا في زلزال تركيا وسوريا الذي وقع في السادس من شباط من العام الماضي 2023. نسأل الله لهم جميعا الرحمة كل الرحمة. أستاذة رشا، عن أم الأماني، حدثينا عن الأمنية الأم التي تسكنك تسيطر عليك ولا تفارقك فيما يتعلق بالشعر وكتابته، تفضلي. والله مثل أي شاعر أريد أن أحقق يعني إنجازا نعم. خاصا في الشعر، وربما الشعر العربي العمودي خاصة في مصر صراحة لم يسلط عليه الضوء، ولم نشهد فيه مسابقات عالمية أو ندوات يعني تضم نخبة من المبدعين. يعني مؤخرا سمعت عن يعني لكنها يعني مجهودات فردية، نعم. يعني جماعة مجموعة من الشعراء عملوا مجموعة الحفاظ على التراث، وسموها تقريبا أحمد شوقي، يعني على غرار أحمد شوقي، فيريدون الحفاظ على التراث، لكنها ليست لها حتى مقر. يعني لا يوجد إلا اتحاد الكتاب وما يخص باتحاد الكتاب وجلسات اتحاد الكتاب. كمان هي جهود مميزة ورائعة، لكن أتحدث عن الشعراء أمثالي، يعني كيف يقومون بالانتشار وبإلقاء قصائدهم في أي وقت. نعم. هذا ما نريده، وأن نتصل بالجمهور، يعني يحدثنا ما يريده منا، ونحن أيضا نجد حلقة نتواصل به معه. وهذا يعني ما يعزز فكرة أن مصر حريصة كل الحرص على يعني تسويق أدبائها الشباب، وإثبات أن الشعر يعني يرتوي من أهل مصر كما يرتوي أهل مصر من نيل مصر. قبل الختام أريد منك إشارة أو كلمة شكر أو رسالة إلى الأمة التي تنتمين إليها، خصوصا جمهورية مصر العربية، كلمة بحق هذا الوطن الكبير الذي تحبينه وتنتمين إليه. في نهاية هذه الحلقة ماذا تودين أن تقولي؟ تفضلي.
أشكر كل من قام بمساعدتي وبإظهاري للنور، بدءا من أستاذ عاطف الجندي رئيس شعبة الفصحى في اتحاد الكتاب، حينما شجعني أن أظهر للنور في أول مرة وأن أجمع أول ديوان لي قد شغفني حبه، وقام بعمل مقدمة لي في ديواني، وبعدها ساعدني أيضا على ظهور ديواني الثاني للنور بعنوان سنن الغياب. وأشكر من ساعدني للظهور وحضور الندوات في نادي الأدب، هو الأستاذ حسن مأمون، من شجعني أيضا وأخذ بيدي. وأشكر كل من وقف بجواري ودعمني من قرائي ومن متابعيني، وأشكركم على استضافتكم لي أيضا. هذا شكرا واجبنا، لك. جميل هذا الوفاء، لكن الأجمل أن لا تجدي من ربما قد يعاتبك لنسيانك ذكر اسمه، لكن على أي حال أكيد نرجو لك كل التوفيق، ولكل من آزرك وسندك سابقا ولاحقا كل الشكر والتقدير، لأن ميلاد شاعر حقيقي يضعنا أمام مسؤولية أن نشكر من أعانه على أن يكون شاعرا حقيقيا للارتقاء بالعربية والعرب أجمعين وبرسالة السلام والإسلام الخالدة. وصلنا إلى الختام، شاعرتنا في الختام ماذا تودين أن تقولي؟ أود أن أشكركم، وأود أن نسجل حلقة جديدة، وبأمر الله يكون قصنا محررا بأمر الله، نسأل الله أن ونحتفل به. يتحقق هذا، وحينها ستكون الحلقة جميلة مع الشعراء، كل الشعراء في ساحات الأقصى، يليق بالأقصى الشعر والشعراء الذين ينتمون لهذه الأمة. شكرا جزيلا لك شاعرتنا من جمهورية مصر العربية الأستاذة رشا عادل بدر. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما وأبدا كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.